الكذب والشبهات الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة وسهم جديد من سهام الرحمة. الحقيقة في البداية يعني عاوز نؤكد على موضوعين في غاية الأهمية. أولا أن برنامج السهم ليس برنامجا بالمعنى التقليدي للبرامج الإنسانية، ولكنه مشروع من مشاريع قناة الرحمة الفضائية. ولما بنقول مع حضراتكم مشروع، بنعني بالكلمة أنه مشروع للخير، ونحن مجرد وسطاء، مجرد وسطاء مؤمنين من قبل حضراتكم وجسرا للتواصل بين من معه ومن ليس معه. ليس هذا في مصر وحدها، بل إن شاء الله في جميع الدول العربية والإسلامية التي تحتاج إلى مساعدة لكي يصل إليها سهم من سهام الرحمة ليعم الخير وينتشر في العالم كله إن شاء الله تعالى. وده بنأكد أن الأمة الإسلامية إن شاء الله باقية إلى يوم الدين، شاهدة على الحق، وتسير وتشير إلى الخير وتتجه إليه أينما كان. الحاجة الثانية اللي أنا عاوز نؤكد عليها في حلقتنا هذه الليلة، الإجابة على سؤال يتردد في أذهان حضراتكم بشكل مستمر: كيف يستمر السهم؟ وهل هناك نية لأن أقدمه أنا؟ أو وما هو خط سير السهم في المرحلة القادمة؟ وهذه أسئلة كثيرة من محبي ومشاهدي قناة الرحمة سوف نجيب عليها إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل. سهم الإيمان انطلق، زلزل قلوب الكافرين، والوعد لما صدى كان الصدوق كان الأمين. مسلم وسهم الحق الكذب والشبهات. ورجعنا لحضراتكم تاني ومنتظرين مني الإجابة على الأسئلة التي طرحتها قبل الفاصل، ولكن سنؤجل الإجابة عليها لنهاية الحلقة إن شاء الله، حيث أن هناك أكثر من مفاجأة لمشاهدي ومحبي قناة الرحمة ومشاهدي برنامج السهم. أخليكم معانا علشان نعرف إيه المفاجآت دي، ونبدأ مع بعض على طول، يعني نبدأ سريعا بفقرات السهم في هذه الليلة. كلنا طبعا فاكرين القرية يعني اللي صورنا فيها في حلوان، قرية غمازة في حلوان، وشفنا احتياج أهلها لوجود شوية مية نضاف للشرب، يعني نفسهم
نشربه مياه نظيفة بدل المياه الجوفية اللي كلها ميكروبات، وزي ما حركوا عارفين وانتوا ما شاء الله يعني مش محتاجين حد يقول لكم. وأعلننا عن هذه القرية من قبل أكثر من مرة، فتعالوا يعني نخرج بفاصل سريع مع حضراتكم نشوف القرية ونفتكرها مع بعض، وبعدين نشوف احنا عملنا ايه. زن الإيمان انطلى زلزل قلوب الكافرين، والوعد لما صدى كان الصدوق كان الأمين مسلم وسهل الحق عالكذب والشبهات، الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات. مسلم وسهم الحق عالكذب والشبهات، الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات. سهم الإيمان انطلق زلزل قلوب الكافرين، لما صدى كان الصدوق كان الأمين. طبعا شفنا الأطفال ونظرات الحزن والشقاء اللي باينة على الوجوه، بدل ما الأطفال دي تلعب ويعني وتكون مشغولة بمذاكرة في هذا السن الصغير بفسح، ده أصبح يعني أهم الأطفال إن هم عاوزين يشربوا مياه نظيفة. وبالفعل طبعا حضراتكم شفتم القرية، وبمجرد ما أعلننا يعني بمجرد ما أعلننا عن هذا المشروع لدخول المية في كل بيت في هذه القرية الفقيرة المحتاجة، وبفضل الله ثم بفضل حضراتكم يعني كان في استجابة جميلة جدا واستجابة سريعة جدا للتواصل معنا، وبدورنا كوسطاء لنتعامل مع هذه القرية. وبفضل الله تعالى رحنا وقدمنا بالفعل، اتفقنا مع مقاول وقلت لحضراتكم لهذا الموضوع في الحلقة الماضية، وعمل مؤيسة سريعة جدا وبدأ العمل بالفعل زي ما قلنا لحضراتكم في الأسبوع الحلقة الماضية. مش يعني أنا مش عاوز أتكلم كتير لأن أنا يعني ليس يعني مش عاوز أتكلم عشان ما أزعجش حضراتكم. تعالوا نشوف إيه اللي حصل بعد ما بدأنا المشروع في هذه القرية، ونرجع لحضراتكم تاني. الإيمان انطلق زلزل قلوب الكافرين، والوعد لما صدى كان الصدوق كان الأمين مسلم وسهم الحق عالكذب والشبهات، الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات. مسلم وسهم الحق عالكذب والشبهات، الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات. سهم الإيمان انطلق زلزل قلوب الكافرين، صدق كان الصدوق كان الأمين. سهم الإيمان انطلق زلزل قلوب الكافرين، والوعد لما صدق كان الصدوق كان الأمين مسلم وسهم الحق عالكذب والشبهات، الجنة تبقى مصيره وعرض
أرضها السماوات مسلم وسهم الحق الحق عالكب والشبهات الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات سم الإيمان انطلق انطلق زلزل قلوب الكافرين والوعد لما صدق صدق سم الإيمان انطلق. بسم الله الرحمن الرحيم. ده طبعا أنا بشكركم على الزيارة دي، وأنتوا مؤسسة بتسعى للخير ولخدمة المواطنين وخصوصا محدود الدخل والغير قادرين على توصيل المية. احنا بنساهم فيها مساهمة فعالة ان احنا بنعفي الجمعية من جميع الضرائب والحاجات الزيادة ونسب الإشراف، وبنقدم لهم كل المعاونة الفنية في سبيل يعني خدمة مواطني القرية اللي بتعمل فيها العمل ده، واتمنى لكم التوفيق وان انتم تزيدوا من هذا العمل في باقي قرى مصر. سم الايمان انطلق. استاذ محمد عبدو المسؤول معانا عن دخول هذا المشروع على هذه القريه، عايزين نعرف بالظبط الخطوات اللي اتخذت وايه حكايه الخط الجديد ده. بسم الله الرحمن الرحيم. والله احنا يعني مش عارفين نشكركم ازاي. الحمد لله ربنا كرمنا ووفقنا، والمقاول التزم معانا، كان ملتزم ب 15 يوم، ولكن بفضل الله في خلال 4 ايام فوجئنا انه قرب ينهي باذن الله، ينتهي من القريه بالكامل. ولكن واحنا شغالين يمكن كلمناك لان ظهر في شارع كامل هو خلفنا دلوقتي حوالي 160 متر ما كانش داخل في الاعتبار خالص في المقاوله. فالحمد لله لما اتصلنا باداره القناه جزاهم الله خيرا وجزا الله خيرا كل من ساهم في هذا المشروع، قالوا لنا الميزانيه معاكم مفتوحه، خلصوا القريه بالكامل. وبفضل الله ادي الشارع اخر شارع بنعمله دلوقتي اللي هو ال 160 متر الاضافي، وان شاء الله يمكن ننتهي منه خلال يوم او يومين بكتير والحمد لله. الحقيقه طبعا احنا شايفين فرحه الاطفال في القريه، واطفال واهل البلد كلهم فرحانين جدا بالميه اللي يمكن اول حنفيه احنا شربنا منها هناك في قبل كده. عايزين نشوف احساسك انت ايه واحنا شايفين الميه ان شاء الله هتخش لكل بيت في القريه. احنا شايفين القريه الحقيقه البيوت متواضعه جدا، وسعداء ان شاء الله رمضان اللي جاي على وعد منك يا استاذ محمد ان الميه تخش كل بيت، وكل بيت يبقى فيه حنفيه يقدر يشرب منها ميه نظيفه. والله انا كنت حاسس ان هو حلم ان احنا نقدر نوصل للقريه باكملها، ده كان حلم وكان صعب يعني شايفينه انه بعيد شويه، لكن عندنا امل في الله سبحانه وتعالى انه يتحقق بفضل الله. لما صورنا معاكم بفضل الله اهل الخير ساهموا في الموضوع، الحمد لله انا مش مصدق نفسي، ولكن ذلك فضل الله. بفضل الله الفرحه اللي انا شفتها النهارده في عيون الاطفال وفي عيون الشيوخ والنساء الكبار شيء يعني نرجو من الله سبحانه وتعالى الاجر يكون باذن الله خالص لكل من ساهم في الموضوع في المشروع ده باذن الله. وتقبل الله منا ومنكم وجزاكم الله عنا كل خير وعن المسلمين وعن الفقراء، وربنا يقوينا ويعيننا ان شاء الله، ونكون كلنا ايدينا في ايد بعض كده باذن الله لغايه لما يكونش في فقير تعبان في وسطنا باذن الله ان شاء الله. باذن الله. شكرا يا استاذ محمد. الله يخليك، ربنا يبارك فيك. السلام عليكم. سلام، مرحبا يا حاج. ازيك؟ هتعرف عليك يا حاج اسمك ايه؟ خالد محمد عادل. خالد محمد يا حاج. خالد دلوقتي احنا في مركز الصف بعد ما دخل المشروع واول حنفيه بتدق عشان تشرب منها ميه حلوه، احساسك ايه؟ تمام، رضا حلوه قوي، 100 100 وكتر خير اللي ركبها. لما هنا كده تمام، الله يعمر بيت اللي عماله ويعليه. احنا الناس تعبرين بالامانه كلنا هنا، بس كده حلوه في الشارع اهي، وكتر خير اللي عمالها، الله يعبر بيت. احنا ان شاء الله لما المايه تخش كل البيوت ما يبقاش فيه الطابور اللي احنا شايفينه ده، ده يبقى فضل من عند الله، وربنا هيزيد اللي عمالها. والله احنا فرحانين اخر فرحه بالامانه بالميه دي، بس العيال دي تعبانين. احنا هنفرح تاني ان شاء الله لما المايه تخش البيوت عشان الاطفال دي ما تفضلش واقفه كده مستنيه كده الاذى دي. بالامانه لما انتوا كتر خيركم بالامانه والله، وناس حلوين وتمام وحلو قوي، والمسلمين برضو بخير. نقول الحمد لله. الحمد، اللهم لك الحمد والشكر يا رب، اللهم لك الحمد والشكر يا رب، احنا تمام قوي. شكرا. ازيك يا حبيبي، انت اسمك ايه؟ محمود. ازيك يا محمود؟ الله يسلمك. انت كنت بتشرب قبل كده من الترومبه يا محمود؟ بتشرب ازاي من الترومبه؟ بتعمل ازاي عشان تشرب تجيب ميه كده؟ دلوقتي لما الميه دخلت في حنفيه فرحان بان في حنفيه بتقدر تشرب منها بالراحه؟ ها؟ ايوه. الميه بقت نظيفه في الحنفيه؟ ايوه. نفسنا نشرب ميه نظيفه احسن من الميه بتاعه الترومبه صح؟ ايوه. ها؟ ايوه. طيب نقول الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله، لان كان هدفنا الاول اصلا هدف
ان احنا ندخل طرمبات الناس. بعد كده الحمد لله بقت خط مواسير ميه للشرب. الحمد لله بتوفيق من عند ربنا دخلنا 153 بيت. احنا في خط مواسير بمسافه 900 متر. بحيث الخط ده ماشي عليه 153 اسره. بحوالي 1000 نسمه في العدد ده. والحمد لله وبتوفيق من عند ربنا ان الناس دي كلها ان شاء الله تشرب ميه قبل شهر رمضان باذن الله. يعني احنا عندنا وعد ان في اول رمضان ان شاء الله كل الناس تفتح حنفيه في بيوتها تلاقي ميه نظيفه ان شاء الله باذن الله. قبل شهر رمضان كلها تشرب ميه حلوه باذن الله. باذن الله ان شاء الله. الحقيقه احنا طبعا قلقانين من فكره الميه الجوفيه اللي طالعه وشكلها صعب. هيبقى في تاكيدات ان الميه دي مش هتختلط على الميه النظيفه نهائي نهائي. مفيش ميه دي هتخش دي خالص نهائي. احنا هنجيب ان شاء الله باذن الله رمله وهنغطي المواسير دي ونغطي الحفر ومفيش حاجه ان شاء الله مش مشكله خالص فيها. اكيد اكيد ان شاء الله باذن الله. بإذن الله. بإذن الله. جزاك الله خير. سمي الإيمان انطلق زلزل قلوب الكافرين والوعد لما طبعا حضراتكم شفتوا ورأيتوا بعينيكم، وبصراحة حاجة تفرح والله إنك تشوف الرضا على الوجوه لمجرد شوية مية صغيرة، مية نظيفة، وده أقل يعني وده أقل حق من حقوق أهلينا في كل مكان طبعا. والحقيقة دي الرسالة وهذا السهم رسالة كبيرة جدا بنشوف بنفسنا. يعني كل واحد بيرى مننا الاستهتار بالمياه، والحقيقة حاجة يعني احنا بنكون يعني في قمة الحزن ان نلاقي الافراط والتفريط بمياه الشرب بهذه الطريقه. والحفاظ عليها المفروض يكون بيننا جميعا. يعني الحفاظ على مياه الشرب دي مسؤوليتنا جميعا. والواحد لما بشوف الاطفال والكبار في مثل هذه القريه الفقيره اللي كان اقصى امنيه عندها انهم يلاقوا ويشربوا ميه نظيفه. الحقيقة الواحد يعني بصراحة يشعر بالخجل من نفسه، لأننا لا نعلم قيمة نقطة المياه ومكانة المياه. ولازم يا جماعة نكون إيجابيين. يعني هنبقى إيجابيين إمتى؟ ونحافظ على بلدنا إمتى؟ ونحافظ على كل شبر وكل مكتسب وكل يعني الصغير قبل الكبير في بلدنا. لازم نكون إيجابيين ونشوف. يعني لما نمر كده قدام عمارة قدام مزرعة نشوف واحد ماسك الخرطوم ما شاء الله وبرش مية نظيفة يعني مية حلوة للشرب في الشارع، أقول بتعمل إيه يا عم الحاج؟ يقول لك عشان نجيب طراوة. نقول له إيه إحنا؟ نقول له اتق الله اتق الله اتق الله وحافظ على نقطة المية. ودي كانت من أهم الرسائل في الأيام الماضية اللي كان بيرسلها لنا فضيلة الشيخ محمد حسان في خطب كتيرة جدا ليه، وقناة الرحمة اللي الحفاظ على نقطة المياه وخاصة مياه الشرب. طبعا زي ما حضرتكم شفتم نقول لحضرتكم فاصل ونرجع لكم تاني، خليكم معانا. سمي الإيمان انطلق زلزل قلوب الكافرين والوعد لما صدق صدق كان الصدوق كان الأمين كان الأمين مسلم وسهم الحق الحق الكبير. طبعا الحقيقة احنا ما يعني فرحانين جدا بدخول المياه في الشوارع والحواري والأزقة، بل إن شاء الله وفي البيوت زي ما وعدنا حضراتكم في الحلقة الماضية في خلال 15 يوم يكون المياه في كل بيت في هذه القرية. والحمد لله بفضل الله بفضل الله ثم بفضل حضراتكم وبفضل تجاوبكم معانا وبفضل يعني عمل الخير اللي دايما بنقول يعني كل واحد منا لابد أن يرفع للخير راية، لابد أن يرفع للخير راية. وهذا يعني اللي حصل سقيا الماء ودخول المية الحلوة
للناس الفقراء تشرب بدل ما كانوا واقفين على الطرمبة، أنا يعني شايف ده من أعظم الأعمال الله عز وجل، وأسأل الله أن يبارك في كل من ساهم، في كل من ساهم في هذا العمل الجميل والخير. وأنا بشكر الله سبحانه وتعالى، ثم بشكر مشاهد الرحمة الفضلاء الخيرين، يعني يعني التجاوب السريع معانا، وكل ساهم بفضل الله. وزي ما وعدنا حضراتكم وعودناكم الشفافية، وعودناكم ان احنا نعمل بفضل الله لله سبحانه وتعالى، ليس لمجرد شهرة وليس لمجرد ان يقال عملنا، لان اللي بيعمل لهذا عشان يتقال له انت عملت ويكون مبسوط قوي، ده بياخد اجره في الدنيا، انما احنا عايزين الاجر في الاخرة ان شاء الله. ربنا يجعلنا اهلا لهذا والدال على الخير كفاعله. يعني حضرتك وانت قاعد مكانك، وانا قاعد مكاني، وحضراتكم واللي بيشتغلوا دول بفضل الله الدال على الخير كفاعله. فانا بقول لحضراتكم ان شاء الله ارجو الله عز وجل وان نكون اهلا لهذه الامانه، ونوصل كل قرش حضراتكم توصلوه للناس دي في مكانه. يعني ممكن يكون جالنا مبلغ معين في هذا القرية وزيادة بقى عن احتياجات القرية، احنا بنخليه وبنشوف قرية اخرى وبنشوف مكان اخر يستحق نعمل فيه اي شيء، ننمي فيه بلدنا ونساعد فيه، ونكون كلنا مجتمع واحد، كلنا اسرة واحدة. وهذا يعني اسلامنا وديننا علمنا كده، بل ان انا بقول ان بفضل الله، بفضل الله وحضرتك قاعد مكانك بتقدر تقوم بكل اعمال الخير. تيجي يوم القيامه وانت عملت شيء وانت نسيته وتلتقى بفضل الله في ميزانك وتقيل جدا. فارجو الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. واحنا في هذه القريه شفنا ست يعني ام لينا، الست لواحظ يعني ربنا يديها الصحه، وكان كل طموحها في هذا يعني كل اللي هي عاوزاه، ان يعني مش هتصدقوا يا جماعه، عاوزه يبقى لها ست كفيفه حمام اعزكم الله لقضاء الحاجه. بفضل الله واحنا موجودين، واحنا موجودين بفضل الله، اخ من اهل الفضل واهل الخير عمل هذا الموضوع وعمل لها الحمام. ويعني تعالوا نشوف الحاجة لواحظ ونرجع لبعض تاني. سمي الإيمان انطلق زلزل قلوب الكافرين، والوعد لما صدق صدق كان الصدوق كان الأمين. السلام عليكم يا حاج. نجيك نبقى شوق عليا امانه. الله يكرمك. انت اسمك ايه؟ اسمي لوحة صادق. حاجة لوحة. نجيك يعليك. يا رب. احنا طبعا دخلنا البيت وشفنا حاله، يعني انت عايشه هنا ازاي؟ عايشه الحمد لله. انا بتحن عليا اللي تجيب لي شويه طبيخ شويه حاجه. مش حد معاكي يا حاجه في البيت؟ معاش العيال لو ما بيشتغلش. بس ايوه يعني. طب انت يا حاجه يعني البيت ده انت احتياجك ايه في البيت؟ يعني انت نفسك البيت ده يبقى شكله عامل ازاي؟ انا يا حاجه عايش قد ما عايش البركه فيكم انتم، ويفارق لكم في صحتكم وشقوا عليا وجبت لي ميه اهو، انما ما اتحرم منك. انت بتشربي ازاي يا حاجه؟ كنت بشرب زي ما بشرب يا حاج، اعمل ايه؟ قال لي كان بيجيب لي شويه ميه بشربهم عشان اكون ملفوم عايش اشرب، وانا مغصوبه دمع ناس رايحه ولا بشوفش اللي قدامي وبشحت البق الميه مرات من عني. دلوقتي لما لقيتي ميه جنب بيتك وان شاء الله تخش لك الميه في البيت. النبي عليك. انك يا حاج ان شاء الله، ان شاء الله احنا بنعرض البيت دلوقتي قدام الجمهور بتاع قناه الرحمه، وعندنا امل كبير جدا ان شاء الله
نشوف دكتور يعالج عينيكي، نشوف العلاج بتاع عينيكي عامل ازاي. دي نمره واحد. نمره اتنين، لازم يبقى الناس شايفه احنا بدل ما احنا قاعدين في الشارع. احنا لما دخلنا البيت الحقيقه ما كناش متخيلين ان ده بيت، احنا كنا شايفين ان دي حته في الشارع كده من غير ما يبقى في حاجه ولا بتاع. فاحنا هيبقى هممنا الفتره اللي جايه ان شاء الله ان اهل الخير يبنوا لك البيت ده ويبقى في شكل بيت تقدري تعيشي. النبي نجيب، النبي ما تحرم منك الاول، النبي حابه في كتب السماء والارض. ربنا يكرمك يا حاجه. تقولي امنيه لنفسك انت، نفسك في ايه لجمهور قناه الرحمن؟ نفسك في ايه؟ نفسي فيك انت شو اعلى. اقول لك تجيب لي، ان جبت لي معاش زي بعض، ان جبت لي اي حاجه من ايدك الحلوه دي زي بعض. وانت راجل تواصل وعارف ربنا وعارف الناس العاجزه دي اللي ما بتشوفش. من العتبه دي يا حاج؟ من العتبه دي وانا عدمه ربنا؟ ما فيش الا ربنا ولا ايه اللي هو ليا والناس الحلوه اللي وصلت لزاك دي؟ بس ربنا يكرمك يا حاج. ربنا يكرمك ان شاء الله، وان شاء الله هنجيلك قريب جدا، وهنجيلك قريب ونشوف ان شاء الله الخير اللي في قناه الرحمه ممكن يجيلك يعمل معك ايه. ينجيك النبي يعنيك، دخلت على ابو الميه ينجيكم النبي، تفضل في العالي النبي يكبر. اشوفك كده وانت جاي من الحج كده وتحج كذا مره. ربنا يكرمك يا حاج. الله، شفنا قد ايه الحاجة لواحظ راضية، شفنا قد ايه الحاجة لواحظ راضية وبتحلم بايه. ودي رسالة بنوجهها لكل زوجة، رسالة بنوجهها لكل ست فاضلة اللي دايما بتطلب من زوجها يعني زيادة عن دخله، ان هي نقول لها اتق الله. نقول شوف الحاجة لواحظ راضية ازاي، شوفي الحاجة لواحظ عايشة ازاي وراضية وبتشكر ربنا على اللي هي فيه. يا سلام، يعني ده يعني حاجة والله يا جماعة أنا مش لاقي كلام أقوله، لأن الصورة دايما بتعبر. وأنا عاوز كل أخت وكل أخ اللي مش عاجبه عيشته، اللي دايما ناقم على عيشته، اللي دايما باصص لغيره، دايما باصص للي فوق منه وعاوز يبقى عنده وعنده وعنده، فيبص للحاجة لواحظ وهو يرضى. ولو رضى هتقول الدنيا، ولو رضى هتقول الدنيا. فدي رسالة يعني بنوجهها لكل الإخوة والأخوات، إنه بفضل الله نكون راضيين في العيشة اللي احنا عايشين فيها، ويكون أهم شيء عندنا رضا، نعمة الرضا ونعمة القناعة. أسأل الله أن يرزقنا جميعا القناعة. طبعا من مركز الصف في حلوان نطير سريعا معاكم لفاكرينها عزبة الجبل في بني سويف، ورحلة بناء المعهد الديني بالقرية فاكرين طبعا، أكيد فاكرين بفضل الله يعني. لكن احنا في القافلة يعني الأخيرة بدأ تشييد جزء
جديد من مبنى المعهد بمساعدة حضراتكم ومساهمتكم. يعني أروح نشوف المرحلة اللي تمت إيه ونرجع لبعض تاني إن شاء الله. سهم الإيمان انطلق زلزل قلوب الكافرين. في أول لقاءات من لقاءات المعهد الديني في قرية عزبة الجبل يسعدنا أن احنا نلتقي بالشيخ رأفت. عايزين نعرف شيخ رأفت، احنا لما جينا المرة اللي فاتت وجينا دلوقتي، ايه الفرق ما بين المرة اللي فاتت وايه اللي حصل لغاية ما احنا واقفين على المعهد دلوقتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأول بشرف بيكم وبرحب بقناة الرحمة وجميع العاملين بقناة الرحمة. طبعا احنا سجينا الدور اللي فات كان المعهد عبارة عن أرض بس مرمي فيه الأرضية بتاعت السمل بتاعه بس. جم بقى الإخوة الفضلاء والفضلات الجم كوننا المبلغ اللي سيادتك عطتهولنا، وكوننا وعملنا لجنة من اللجنة اللي أشرفت على المبنى وعطنا المبنى وأسندناه لواحد مهندس، والمهندس أشرف بنفسه عليه وعطنا استشارة رأي هندسي فيه، فعمل العمدان وعمل إصفة ردمة تعلى عن الأرض حوالي متر ونص وصب جناح. هو المعهد عبارة عن حرف إل، حرف ال بنينا من جانب من الجوانب بتاعته والجانب التاني لسه زي ما هو على الارض دلوقتي. الاخوه بقى الحاج دون هو اللي كان مشرف على المبنى في خلال فتره غيابنا لحد ما رجعنا له، فهو ممكن يفيدك اكتر مني برضه في الايه، في صرف كام وباقي كام ومعاه كام وكده. جزاك الله خير يا ترى. الحاج موسى احد اعضاء اللجنه التي شكلت في عزبه الجبل لاستلام المبلغ الاول لبناء المعهد الديني. اهلا بك حاج موسى. اهلا وسهلا ومرحبا. تقول لنا دلوقتي المبلغ الاولاني اتاخد اتعمل بيه ايه وايه الخطوات اللي احنا عايزين نعملها في المرحله اللي جايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. اهلا بكم ومرحبا بقناه الرحمه، الضيوف الكرام، وجزاكم الله كل خير وجعل الله لكم في ميزان حسناتكم ان شاء الله باذن الله تعالى. المبلغ اللي انتم اعطيتونا ان شاء الله في اللقاء السابق قبل كده عملنا به العمدان وبنينا به المتر ونص اللي هو الطوب اللي هو امام سيادتكم ده، وكده ان شاء الله احنا عاوزين نصب السقف ونكمل ان شاء الله المعهد باذن الله تعالى. مرحله البناء في المرحله اللي فاتت استغرقت وقت قد ايه؟ لا ده احنا قعدنا فيها حوالي من البلد دلوقتي ولا اللي قبل كده؟ لا من الاول خالص قبل ما قناه الرحمه تخش معاكم في المشروع. كان بقى لنا حوالي من اربع سنين. اربع سنين وكانت مجرد ال جزاكم الله خيرا في المبلغ اللي انتم اعطيتونا، فساعدتونا ان احنا نقوم بالعمدان ونقوم بهذا المبنى ان شاء الله باذن الله. يعني المرحله اللي جايه هنيجي بعد ما ناخد المبلغ اللي جاي هنيجي نشوف جسم المعهد ابتدى يبان ان شاء الله باذن الله واحد احد ان شاء الله. ان شاء الله يا حاج موسى. احنا طبعا رساله مهمه جدا عايزين نبلغها لكل اللي بيتفرجوا علينا من خلال قناه الرحمه، تقول لهم ايه؟ نقول لهم جزاكم الله خيرا باذن الله تعالى كل من ساهم في هذا المعهد وجعله الله لكم في ميزان حسناتكم الى يوم الدين ان شاء الله. احنا عايزين كمان نقول لكل الناس ان احنا يهمنا جدا ان احنا نقول ان السنه اللي جايه باذن الله المعهد يكون فيه طلاب بيدرسوا ان شاء الله باذن الله الواحد الاحد ان شاء الله. جزاك الله خيرا يا حاج موسى. ان شاء الله كل عام وانتم بخير، الحمد لله رب العالمين. سهم الايمان انطلق زلزل قلوب الكافرين والوعد لما صدق. الحقيقه شيء يفرح، يعني لما يبقى لك سهم في هذا الصرح الكبير ألا وهو معهد أزهري، يعني يكون لك سهم في بناء هذا الصرح الكبير ويتعلم فيه أبناؤنا العقيدة الصحيحة، العلم الوسطي، العلم الهادف، فيكون إن شاء الله كلك تكون مشاهد الرحمة الفضلاء يعني الخيرين يكون لهم سهم في هذا الصرح إن شاء الله، اللي بإذن الله لن نتركه إن شاء الله، يعني إلى أن نروح ونصوره والطلبة إن شاء الله شغالين فيه بإذن الله. بإذن الله ده يكون بفضل الله تعالى سبحانه وتعالى، ثم بفضل حضراتكم إن شاء الله يعني الأسبوع القادم نرى مرحلة جديدة في هذا المعهد الأزهري إن شاء الله في الحلقات القادمة في برنامج السهم. واللي يعمل خير يلاقي الخير،
يعني اللي عاوز يعمل خير هيلاقيه، واوعى تتردد في عمل اي خير، وما تستصغرش هذا العمل ولا تنتقص هذا العمل، بل بالعكس يعني اي خير تشوفه ما تترددش، والله اعمله وسيعود عليك باذن الله اضعاف اضعاف ما فعلت، لان انت بتتعامل مع كريم. يا جماعه احنا بنتعامل مع رب كريم، رب جواد معطاء. يعني انت لما الواحد بيدي يقولك انا اعطيت، ما بالك بربنا، يعني ما بالك بربنا سبحانه وتعالى. فيعني بفضل الله ما فيش اي جنيه واي سهم خير تفعله هيروح هباء، بل بالعكس ان شاء الله ربنا مدخره ليك، ولا تتاخر ولا تتوانى في عمل الخير في اي مكان. بقول لحضرتك في اي مكان تعمله، واسال الله يعني ان يعني يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الاعمال. وطبعا ودلوقتي يعني في النهايه جه وقت اعلان المفاجآت اللي انا او الاسئله اللي انا عرضتها على حضراتكم في بدايه البرنامج، وان شاء الله نأجب عليها بالبشريات والمفاجآت، ولكن بعد فاصل قصير. سهم الإيمان انطلق زلزل قلوب الكافرين، والوعد لما صدق صدق كان الصدوق كان الأمين كان الأمين، مسلم وسهم الحق الحق الكذب. طبعا إخواني وأخواتي الأعزاء، أنا لي عتاب بسيط ورقيق بفضل الله يعني من محب لكم جميعا. والبداية أصل لحضراتكم، وده مش مجرد كلام يا جماعة، بنقول أي ملحوظة إحنا نقبل النقد قبل الثناء، يعني وأي ملحوظة، لأن أنا بعتبر قناة الرحمة دي ملككم، قناة الرحمة دي ليكم، قناة الرحمة دي بتاعتكم أنتم. فأي شيء تشوفه ممكن يكون من وجهة نظرك، من وجهة نظرك أنت، وأنا وجهة نظري اللي قاعد في المطبخ شيء تاني، بس المفروض توصل لوجهة نظرك بأدب وبحب وبرحمة، وأهم شيء أن تحسن الظن. أهم شيء في هذا الموضوع أن تحسن الظن. أنا بقول كده ليه؟ بقول لما قناة الرحمة بعد يعني هذه الثورة المباركة وهذا التغيير الذي حدث في بلادنا، لازم نكون إيجابيين ولازم نكون مواكبين الحدث. أنا متفق مع حضراتكم أن أنتوا بصراحة وسامحوني في اللفظ ده تعبتم وقرفتم من كتر الأخبار اللي بتسمعوها، فبتقولوا إحنا مش ناقصين قناة الرحمة تجيب لنا أخبار وتجيب لنا يعني شخصيات معينة أو 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 إحنا عاوزين يعني بنقلب على الرحمة أو بنشغل الرحمة لنفوسنا تهدى، وأنا معاكم وأنا مقتنع بهذا، ولكن يعني برضك مش عاوزين نكون في وادي وإحنا وأمتنا وبلدنا في وادي آخر، فلا بد يعني أن نقف على بعض الأمور، على بعض اللي بيحدث على أرض الواقع وقفة بسيطة. وأهم شيء في قناة الرحمة إن إحنا بنربطها بديننا، يعني مش بنقول بقى طرح أي كلام، لا، بنربط الواقع اللي إحنا عايشين فيه بنربطه بتعليم ديننا وتعليم إسلامنا، بحيث في الآخر نطلع بجملة أو نطلع بدرس نستفيد منه جميعا. فلما أجيب أي شخصية أيا كانت هي الشخصية إيه، ولكن بفضل الله أي ضيف بيحضر وبيجي لقناة الرحمة بيكون ملتزم بمنهج القناة ويكون ملتزم بسياسة القناة، وانتوا حضركم ملاحظين ده كويس جدا. ممكن أي داعية وأي ضيف بيظهر على أي شاشة أخرى شيء، ولما بيظهر على شاشة الرحمة شيء آخر خالص، وده أنا بعتبره
فضل من الله ونعمة من الله عز وجل على هذه القناة المباركة التي أسأل الله أن يحفظها من كيد الكائدين وشر الأشرار. هي وسائر جميع القنوات الإسلامية وغير الإسلامية الهادفة التي تقوم بعملية البناء، لأن يا جماعة احنا شايفين الإعلام، الإعلام خطير جدا، الإعلام الهادف، الإعلام البناء لصالح ديننا ثم وطننا. وزي ما حضرتكم سمعتوا خطبة الجمعة اليوم لفضيلة الشيخ محمد حسان، وأصل حب الوطن من الدين، وده مهم جدا، حب الوطن من الدين. يعني أنا لما بجيب علم مصر وأعمله على شاشة قناة الرحمة، يعني ده يعني رمز بلدي، أنا بحب هذا الرمز. ليه؟ عشان بحب بلدي، بحب وطني، مش لشيء آخر. فجماعة إحنا عاوزين يعني نرتقي لهذه الفهم ونرتقي لهذه الدرجة. وزي ما مشاهد الرحمة ناس من الأذكياء، من العقلاء، من يعني الذوق العالي جدا في السمع، الذوق يعني في يعني أنا بقول ودنهم سميعة. فلما بجيب ضيف يا جماعة مش يعني مش أنا يبقى أنا موافقه أو أنا راضي باللي هو بقوله، لا بالعكس، أنا جايبه أبقى ضده في اللي بقوله، أواجهه باللي بقوله، أو عشان يبين إن هذا ده خطأ. يعني أنت بتهاجم كذا ليه؟ أنت بتهاجم فلان ليه؟ فحضرتك وحضرتك لازم تقدروا ده وتفهموا ده، يعني ولو في شيء معين حضرتك يرسل رسالة رقيقة مؤدبة مهذبة، قل فيها رأيك، ولو كان صواب والله هننفذه على الفور. يعني لو صواب وحق على دماغنا من فوق وانفذه، لان انا في النهايه خالص عاوز الحق. ويا جماعه احنا بشر بنخطئ ونصيب، فلما نيجي نخطئ اجتهدنا واخطانا لنا اجر، واجتهدنا وما اخطاناش لنا اجران. فمعلش يعني سامحوني، واي ضيف يجي انتوا زعلانين منه شويه، في بعض الناس زعلانين منه، انا بجيبه هنا بفضل الله عشان اقول له انت قلت كذا غلط، قلت كذا، قلت كذا، قلت كذا، وده غلط وده كذا. يعني بوضح الامور للناس وبوضح امور كتيره جدا، وده الهدف الاساسي والرئيسي من استضافه اي شخصيه على شاشه قناه الرحمه. فلا بد انه تحسنوا الظن بنا، ولا بد ان لا تسوء الظن. واحنا انا جايب فلان دي ليه؟ طب يا قناه الرحمه ايه اللي انت غيرت ليه يا قناه الرحمه؟ يا جماعه احنا باذن الله لن نتغير، لأن إحنا لا نرضي إلا الله، ولا نعمل لحساب شخص، ولا نعمل لحساب جماعة، ولا نعمل لحساب أي أحد على وجه الأرض. إحنا هدفنا واحد فقط، ألا وهو إرضاء الله سبحانه وتعالى، ثم بنعمل لمصلحة هذا الوطن وهذه البلد الحبيبة إلى قلوبنا جميعا. يعني لابد أن نجتهد كلنا، سواء الشباب والشيوخ والأطفال، في عودة هذا البلد وعودة الأمن والاستقرار لهذا الوطن الحبيب إلى قلوبنا جميعا. وإلا أنا واثق يا جماعة، يعني لما أقول قناة الرحمة قناة وطنية، قناة وطنية لابد، وده مش عيب، ده بالعكس ده شرف، وهذا أنا بعتبر ده من الدين. ما يؤولش الكلام إن قناة الرحمة غيرت كلا يا جماعة، إحنا إن شاء الله زي ما قلت لحضراتكم ما بنعملش لحساب أحد ولا نعمل لحساب أشخاص. إحنا كل عملنا وكل تحركاتنا وكل كلامنا نرجو الله أن يكون لله. ولو في خطأ، أي خطأ سواء صغير أو كبير، حضرتك قل لي عليه، ابعت رسالة رقيقة زي ما حضراتكم بتعملوا كده، وإحنا بفضل الله لو شايفين هذا حق ننفذه على الرأس وعلى العين. وإحنا بشر نخطئ ونصيب، والكمال لله والعصمة لنبيه صلى الله عليه وسلم. دي أول نقطة عاوز يعني آخر نقطة إن أنا كنت يعني بقول عاوز أركز عليها جدا، وأنا يا ريت يكون كلامي وصل لكم، ويا ريت يكون في يعني حضراتكم عرفتوا أنا عاوز أقول إيه وقاصد أقول إيه بدون تصريح وبدون كذا. وأنتوا ما شاء الله يعني نحسبكم من يعني الأذكياء الفطناء اللي تفهموا كل كلمة تتقال إن شاء الله. الأمر الثاني المهم جدا يا جماعة، وأنا واثق كل الثقة،
ان انتوا هتكونوا سعداء جدا 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 بهذه البشرة. هما بشرتين او ثلاثة، فانا هبدأ بواحدة مهمة جدا تهم الامة ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. احنا بصدد ان يعني اصدار جريدة شاملة دينية سياسية اقتصادية ثقافية رياضية، جريدة شاملة محترمة باسم الرحمة إن شاء الله، جريدة أسبوعية بترخيص من وزارة أو هيئة الاستثمار والمجلس الأعلى للصحافة إن شاء الله، ودي شركة مساهمة مصرية إن شاء الله. قريبا هنعلن عن الخطوات ونعلن عن إن شاء الله النزول لعدد، يكون في إعلانات على شاشة القناة، وأنا واثق إن هذا البشرة سوف تسعد كل مشاهد الرحمة الأمة الإسلامية إن شاء الله، إن يكون في جريدة تصدر جريدة محترمة في أمانة الكلمة في صدق الخبر فيها المصداقية إن شاء الله. ذلك مش هتلاقي خبر فيه عمرنا أو إن شاء الله زي ما أنتم شايفين كده منهج الرحمة، لم نأخذ الجريدة لهجوم أحد على حساب أحد بفضل الله. إن شاء الله هتشوفوا حاجة محترمة يا جماعة، هتشوفوا إعلام هادف يعمل لصالح ديننا ثم يعمل لصالح هذا الوطن الحبيب إلى قلوبنا جميعا، وأنا واثق إن هذه البشرة ستسعدكم جميعا إن شاء الله. وأعلن عن هذه البشرة اليوم فضيلة الشيخ محمد حسان في خطبة جمعة اليوم ببلدنا وقريتنا دموه عن هذا الخبر، وإن شاء الله قريبا سنعلن رسميا إن شاء الله تعالى. ده أول خبر. تاني بشرة إن شاء الله زي ما عودناكم مشاهدي الرحمة بالشفافية، وأرجو الله أن نكون منهم بالمصداقية، أرجو الله عز وجل أن نكون من الصادقين. برنامج السهم أو مشروع السهم إن شاء الله تم إنشاء جمعية باسم طبعا الرحمة للأعمال الخيرية. الاسم ده موجود، هيبقى سهم الرحمة للأعمال الخيرية بفضل الله. هذه جمعية مشهرة قانونية رسمية، وسوف نعلن رقم حساب رسمي على الشاشة، وسوف نعلن أرقام الهواتف اللي يتم الاتصال عليها ويتم التواصل معها، وهتكون دي ثابتة وتحت إشراف قناة الرحمة وتحت إشراف فضيلة الشيخ محمد حسان. هذه الجمعية إن شاء الله إن شاء الله أرجو الله عز وجل إن تكون بداية خير وبداية يعني سهم من الرحمة يوصل في كل مكان في أنحاء مصر لنساعد به إخواننا ونساعد به أهلنا المحتاجين، اللي إن شاء الله نرجو الله عز وجل أن يعني يكون في ميزان حسناتنا وحسناتكم جميعا، لأنه أنتم الأصل في هذا الموضوع، أنتم الأصل في هذا المشروع الخيري إن شاء الله الكبير جدا، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دي البشرة الثانية. في بشرة ثالثة، بس أنا كنت عاوز إخواننا الكنترول لو في صلاة قبل ما أعلن البشرة الثالثة، لو نتواصل مع إخواننا المشاهدين لو في بعض الملاحظات سريعا، كام اتصال كده أخواننا الفضلاء في الكنترول. طيب معنا الأخت صافي من الأردن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أستاذ محمود؟ يا مرحبا يا أخت الكريمة، الله يبارك فيك. أنا صفاء من الأردن. يا أهلا وسهلا، الله يبارك فيك. فأنا حابة أشكرك على القناة الجميلة دي. ممكن تعالي لو سمحت شوية؟ حاضر إن شاء الله. تفضلي. أنا حابة أشكركم عن جد على المجهودات اللي بذلتوها دائما في قناة الرحمة، أنا متابعاها دائما يعني من بداية ما طلعت، وبجد يعني أنا بشكرك جدا وإن شاء الله جزاك إن شاء الله. ربنا يكرمك وجزاك الله خير، ولو في أي ملاحظات أي توجيهات إحنا تحت أمرك. بس إحنا عايزين رقم حساب يعني البنوك الأردنية اللي هون عشان نقدر نساعدك إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله سوف نعلن عنه بإذن الله إن شاء الله. بس أنا عايزة كمان أهل الأردن كلهم
ان شاء الله انا زي ما قلت لحضرتك ان ان شاء الله هيكون هذا الخير في كل البلاد المسلمه ان شاء الله، ونوصل لكل فقير وكل محتاج، وده بفضل الله ثم بفضل حضراتكم في الاردن اهل فضل واهل خير، في سوريا، في ليبيا، في فلسطين، ان شاء الله يعني يكون في كل الاماكن باذن الله. ربنا يبارك فيك وجزاك الله خير ان شاء الله. سلام. جزاك الله خير يا اخت، الله يكرمك. معانا ومعانا الاخ سامح من الغربيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اخ سامح. لو سمحت يا شيخ محمود. نعم. انا مريض فشل كلوي. نعم. ودخل عليا طبعا شهر رمضان. ايوه. هيكون فض يعني الايام اللي انا هنغسل فيها هتبقى يعني طبعا هنفطر فيها. طيب انا بس استاذنك، انا لست شيخا ولا اجيب على الفتاوى. طيب. ده ان شاء الله سؤال حضرتك تسيبوا الإخوان في الكنترول، وغدا في فتاوى الرحمة سوف نجيب على هذا السؤال بإذن الله غدا، وجزاك الله خير يا قسامة. السلام عليكم مشاهد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا يا شيخ محمود، وأسعدت كل بنا بهذه البشرة، بها يعني بهاتين البشرتين يعني الله يكرم. بشرة المجلة وبشرة الجمعية، سبحان الله. الواحد كان محتاج حاجة يثق فيها، اللهم لك الحمد يا رب العالمين. كان محتاج جريدة فعلا أو مجلة يثق فيها، يثق في أخبارها، ومحتاجين جمعية برضو نثق فيها، فاللهم لك الحمد. ربنا يجعلنا في ميزان حسناتكم يا رب العالمين. ربنا يكرمك ويعينكم يا رب العالمين، ويجعلكم سبب سعادة الأمة الإسلامية. أمين. ويجعلنا في ميزان حسناتكم. وصراحة أنا سعيد يعني جيت عارفة سبحان الله من سعادتي أعبر بأي حاجة غير أن أقول لكم جزاكم الله خيرا، وربنا يجمعنا بكم في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. آمين. ويبلغنا رمضان جزاك الله خير وتقبله منا يا رب العالمين. ربنا يبارك فيك. جزاك الله خير يا مشاهد، وده هذا بفضل الله ثم بفضل دعمكم وجهدكم ودعائكم. في طبعا يعني زي ما حضرتك سمعته بفضل الله إن شاء الله يعني يكون الخير قادم بإذن الله، و ده كله بفضل الله ثم إن شاء الله بفضلكم. الحاجة اللي أنا التالتة اللي أنا كنت عاوز أقولها، وده بصراحة يعني معلش كنت نسيها، هي في حاجة رابعة كمان. إن شاء الله نقوم بتجميع إن شاء الله 1,000,000 شنطة لشنطة رمضانية، وتوزع على جميع أنحاء محافظات مصر إن شاء الله. فده بداية رمضان واحنا داخلين على شهر كريم وشهر فضيل. اتمنى من الله عز وجل ثم من حضراتكم ان تكونوا سهم من سهام الخير في هذا الموضوع الجميل الرائع في بدايه رمضان بتجميع 1,000,000 شنطه باذن الله. وانا كل امل في الله عز وجل ثم في حضراتكم ان نجمع هذا، وزي ما حضراتكم متعودين من القناه ان شاء الله ده يصور جميعا للمليون، وهو بيوزع في كل محافظة وكشوفات زي ما بنعمل، وموجودة إن شاء الله بفضله في القناة زي ما عملنا في القوافل السابقة. فأنا كل رجاء في الله عز وجل ثم من حضراتكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل يكون موجود، ويكون مجمعين 1,000,000 شنطة رمضانية، ونقوم بتوزيعها على المحتاجين في جميع محافظات مصر، وبالتعاون مع جميع الجمعيات الخيرية التي تعمل لله سبحانه وتعالى. ده يعني مهم جدا يا جماعة، وبفضل الله نكون كلنا مساهمين فيه إن شاء الله، وأسأل الله أن لا يحرمنا الأجر إن شاء الله. في اتصال معنا يا جماعة؟ طبعا البشرة بقى الرابعة يا جماعة، أنا طبعا كنت ضيف تقيل عليكم، وأنا يعني بعتذر لكم في الحلقة الماضية وهذه الحلقة أن أنا يعني لست أهلا لأن أكون مقدما لبرنامج، ولكن أنا أقل من ذلك بكثير. فإن شاء الله يعني سنسلم الراية لأخ حبيب ليقدم هذا البرنامج، ونحمله هذه الأمانة الثقيلة وهذا العبء الثقيل في هذا البرنامج الذي يعني شرف لأي فرد ولأي إنسان يساهم في هذا البرنامج وفي هذا العمل وفي هذا الخير. وبفضل الله يعني زي ما كل القناة مشاركة في هذا الموضوع، ولكن اللي بيطلع عليكم عن الشاشة بس
ليقوم بعرض اللي الفريق العمل عمله اللي جميع الناس شغالة بفضل الله، وهذا العمل بفضل الله عمل يعني عظيم جدا. فبقول لكم سامحوني جدا، وقبل ما أقدمه وقبل ما أقوله وتشوفوه، طبعا أنا بأتوجه بالشكر لأخونا الحبيب الشيخ مظهر على الفترة التي كان يعمل معنا، وأسأل الله التوفيق والسداد. ويا جماعة احنا ما ينفعش نقول للناس شيء واحنا بنعمل شيء آخر، فبفضل الله احنا كلنا فريق واحد، كلنا فرد واحد، الجميع يعمل لله ويعمل في صمت وبدون شهرة وبدون أي شيء، لا نبتغي الأجر إلا من الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله انتظرونا في الخريطة رمضان، أسأل الله أن يجعله رمضان خير وبركة ورحمة على الأمة وعلى مصرنا خاصة. ده طبعا رمضان أول رمضان يجينا بعد الثورة المباركة، يعني أسأل الله أن يكون فعلا رمضان التغيير، أسأل الله أن يكون فعلا رمضان التغيير الحقيقي، وليس تغيير الكلام بتغيير بالحناجر، لا، يبقى تغيير القلوب وتغيير كل شيء زي ما هتشوفه بفضل الله على شاشة قناة الرحمة في طوال شهر رمضان. مجموعة برامج رائعة من أناس متميزون، من مشايخ فضلاء، من مشايخ يعني زي ما عودتكم شاشة الرحمة، بننقي كل حاجة وبنقوم بدراسة كل برنامج اللي هو هيفيد الأمة ليه، وبنعمل توليفة من كل البرامج بحيث ما يبقاش في برامج متداخلة من بعضها، ما فيش عرض زي الآخر، كل واحد له عرض، كل واحد له أسلوب، كل واحد له طريقة. بفضل الله تعالى إن شاء الله هتكونوا معانا على شاشة قناة الرحمة طوال شهر رمضان، مش هتقلبهم، مش هتروحوا في أي مكان تاني، نعيش مع ربنا، نترك هذه يعني الأيام العصيبة التي مرت ونعود لله عز وجل، وتصفو قلوبنا وتصفو نفوسنا، أهم شيء القلوب والنفس لو صفهم بإذن الله سنعود، وبإذن الله ستعود بلدنا، وبإذن الله ستعود مصرنا الحبيبة إلى ما كانت وأفضل 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 ما كانت عليه من قبل. وأنا بشكركم جدا، وهسلم الراية وسلم البرنامج وسلم لأخي وحبيبي ويعني أخي الصغير الأستاذ ملهم، وهو دايما اللي بيستضيفني وأنا اللي دايما أنا اللي مستضيفه النهاردة، وبقول له مرحب بك يا أستاذ ملهم. أهلا وسهلا أستاذ محمود، منورنا، ربنا يبارك فيك. أهلا وسهلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب أنا عاوزك بقى يا أستاذ ملهم، إيه خطتك القادمة في برنامج السهم؟ يعني كان البرنامج ماشي بخطة معينة بأسلوب معين، وزي ما بفضل الله عودنا كل مشاهد الرحمة وجمهور الرحمة أن يكون فيه جديد، يكون فيه دايما شيء يوصل ليهم، نكون إيجابيين. إيه بقى خطتك وأهدافك؟ بس ما تكشفش ورقك كله، أنا مش عاوز برضك يعني ده برضك من السياسة إن شاء الله، وتقول لنا وتقول للمشاهدين إيه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية يعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول يا رب، اللهم أمين. يعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم أمين. ويعني في البداية شرف كبير أن يعني تكون يعني أولا اختيار الله سبحانه وتعالى لي أن أكون في هذا البرنامج الذي يعني يخدم الفقراء والمحتاجين والمساكين، فهذا شرف كبير، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعن عليه. النقطة الثانية، لابد أن أتقدم بالشكر والتقدير لأولا لفضيلة الشيخ محمد حسان ولحضرتك على هذه الثقة الغالية في أن أقوم بتقديم هذا البرنامج. وأنا بقول أن يعني بفضل الله سبحانه وتعالى كما تعودنا هنا في قناة الرحمة، الفقير إلى الله بيكمل زملائي في قناة الرحمة، بيكمل السادة الأفاضل المقدمي البرامج،
بداية من الأستاذ محمد السجيني، عمر الحنبلي، أحمد غالي، أحمد المراجبي، الكل إحنا كلنا بنكمل بعض. دي نقطة مهمة، ولكن أيضا أنا هستأذنك وبقول لمشاهدينا، أنا يعني إحنا البرنامج زي ما الأستاذ محمود قال ده برنامج مشروع لقناة الرحمة، مش برنامج شخص معين، ولكن أنا بتقدم بالشكر والتقدير لفضيلة الشيخ أخي الحبيب الشيخ مظهر شاهين، أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق في مكان الذي يعمل فيه، فهو مكسب في أي مكان ربنا يوفقه. وبسأل ربنا سبحانه وتعالى يعني وأكرر، وهذا يعني طلب ونداء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا القبول. البرنامج هنعمل فيه في الفترة القادمة؟ طبعا إحنا مع الظروف الاقتصادية الموجودة الآن في مصر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يفرق كرب المكروبين يا رب، اللهم أمين. إحنا هنعمل إن شاء الله زي ما حضرتك نوهت في مسألة مهمة، شنطة رمضان. ده أول شيء أنت حضرتك قلته، إن شاء الله تبارك وتعالى نعمل جاهدين، وبفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل حضراتكم مشاهدينا الكرام وأهل الخير وأهل الفضل في كل مكان، يعني زي ما الأستاذ محمود قال إحنا عايزين 1,000,000 شنطة نية توزع بإذن الله تبارك وتعالى على الفقراء والمحتاجين في، يا رب نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا في كل قرى مصر، إحنا بنتمنى طيب ذلك. أنا بقول لك يعني عشان وقتنا وقت الحلقة ونكون ملتزمين، إن شاء الله يعني أنا بأشد على إيدك يا رب إن شاء الله بالاجتهاد يا رب، والعمل بإخلاص والعمل بجدية والعمل بصدق يا رب، زي ما بفضل الله الجمهور الرحمة بينظر على شاشة الرحمة بيرى هذا، لأن اللي بيظهر على الشاشة هو اللي ورا الشاشة. نعم. فده مهم جدا لأن نعم. نكون إحنا صادقين من خلف الكاميرات إن شاء الله، أرجو الله عز وجل نكون ذلك حتى يظهر عملنا لله عز وجل بصدق وبأمانة وبعدم مجاملة. نعم. ولا نجامل أي أحد على حساب أحد. مشاهد الرحمة بيتركوا لنا الأمانة وما بيقولناش أنتوا بتعملوا إيه، فده أنا بعتبرها أمانة كبيرة جدا. نعم. وثقة غالية جدا، وأسأل الله أن يعني نكون أهلا لها. آمين. وطبعا يا جماعة يعني في توضيح لازم أقوله، وأخونا ملهم بيتكلم يعني ربنا ذكرني بيه، أن بخصوص جمعية الرحمة للأعمال الخيرية، أنا مش عاوز يعني حد يعني مصر يا جماعة إحنا مهما نعمل مش هنكون كل يعني احتياجات الأهل المصريين الحبيبة كلها، ولكن في لجنة بتشكل في هذه الجمعية لمتابعة والحالات كلها، لدراسة كل الحالات اللي بترد إلينا إن شاء الله سنعلن عنها، و سنعلن عنها كلها إن شاء الله، ويكون في لجنة مشكلة طبعا تحت إشرافي، وفي مجموعة تانية من الشؤون الاجتماعية من إخواننا في القناة لدراسة هذه الحالات، اللي يستحق مين اللي ما يستحقش مين، يعني مش أي حد يجيب لي ورقة هديله، طبعا لازم أدرسه لأن ده أمانة، ويكون في دراسة، وبفضل الله اللي يستحق طبعا بدون أي كلام ياخد، واللي ما يستحقش هنقوله لا جزاك الله خير وأنت لا تستحق، بمنتهى الشفافية ومنتهى الوضوح، لأن احنا بنعمل لله ولا نبتغي الأجر من أحد. فزي ما عودناكم في قناة الرحمة بيشكل لجنة خاصة في أي شيء يكون فيه أعمال خيرية، يكون فيه توزيع مال، يكون فيه أي شيء، يكون فيه لجنة مشكلة، ويعني بكون العبد الفقير على رأس هذه اللجنة، ويكون معايا إخوة فضلاء، وبفضل الله ده دايما ما عودناكم عليه وما تعهدنا أمام الله عز وجل أمامكم. وطبعا أنا في النهاية عاوز أقول حاجة زملاء في النهاية؟ لا أنا عايز أقول بس في النهاية ربنا يكرمك ويعزك، وأنت منور دايما ما شاء الله، وكلماتك معبرة وصادقة بفضل الله سبحانه وتعالى، فتخرج من القلب فتصل إلى قلوب أحبابنا في كل مكان. لكن أنا عايز أقول إن شاء الله تبارك وتعالى من الحلقة القادمة بإذن الله، يعني مشاهدين الأحباب ينتظروا مفاجآت برنامج السهم إن شاء الله تبارك وتعالى في ثوبي الجديد، مفاجآت عديدة، مشروعات مهمة جدا، مساعدة لكل فقير ولكل محتاج ولكل مسكين بيريد إن احنا نقف معاه إن شاء الله تبارك وتعالى. هتلاقونا في كل خير وفي كل عمل في قرب الله سبحانه وتعالى، هتلاقونا فيه من الحلقة القادمة بإذن الله. وعايز أقول جملة معينة يعني، وهي اطمئنان لكل مكروب، لكل محزون، لكل مهموم، لكل مديون، يعني أقول الأقدار لها أسرار، الأقدار لها أسرار، وقد يكون قدر الله صعب عليك، ولكن عندما يكشف لك القدر عن سره
تكتشف عظيم فضل الله عليك. فدي نقطة مهمة أيضا، جملة في النهاية علشان تبقى هي الاستمرار إن شاء الله في الحلقة القادمة، نقول علق قلبك بالله ولا تعلقه بالمخلوقين، فإنهم وإن اجتمعوا بالثناء عليك فلن يقربوك من الله إن كنت بعيدا عنه، ولو اجتمعوا على ذمك وبغضك فلن يبعدوك عن الله إن كنت قريبا منه. فاقطع الطمع في الخلق وعلق قلبك بالخالق سبحانه، فمن توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه الأمر هداه. قال جل في علاه: أليس الله بكاف عبده. إن شاء الله انتظرونا في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى، إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص وأن يرزقنا التوفيق والقبول. آمين آمين يا رب العالمين. أحبكم في الله. طبعا أنا بشكركم جدا وبشكر الأستاذ ملهم لك. وإن شاء الله بقول لحضراتكم انتظرونا قريبا إن شاء الله، سوف نعلن الخريطة، خريطة برامج قناة الرحمة الرمضانية، وإن شاء الله سوف تسعدهم سعادة بإذن الله، كل أمل في الله عز وجل غامرة، وإن شاء الله هتكون ملبية كل طلباتكم، كل احتياجاتكم، كل ما ترغبون فيه ستجدونه إن شاء الله على شاشة الرحمة. وفي النهاية أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سهم الإيمان انطلق، زلزل قلوب الكافرين، والوعد لما صدق كان الصدوق كان الأمين، كان الأمين. مسلم وسهم الحق عالكذب والشبهات، الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات. مسلم وسهم الحق عالكذب والشبهات، الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات. سهم الإيمان انطلق، زلزل قلوب الكافرين، لما صدق كان الصدوق كان الأمين. رمضان.